سعاد من تيزنيت. الو. السلام عليكم سناء. وعليكم السلام ورحمه الله. سعاد كديره شويه لاباس؟ الحمد لله بارك الله فيك. تحياتي ليك وتحياتي للاخوات ديال ميد راديو، والله يعطيهم الصحه. بارك الله فيك. الله يكثر خيرهم يا ربي. امين امين سيدي ربي امين. عندي اختي هنا اليوم واحد الكيكه مالحه راه كتجي زوينه رائعه. اي واخا. وعدي واحد الكرواسون، سمعت واحد السيده قالت واحد الكرواسون راه عندي انا راه في الطاج ديالي وراه زوينه كطلع احسن من ديال لاباتيسري. واخا حنا معاك. نبداو بالكيكه المالحه ياك. الكيكه المالحه شنو مقاديرها؟ عندنا واحد 3 ديال البيضات. وعندنا واحد كاس ديال العنبه ديال الزيت ما عامرش تقريبا قولي النص ولا فايت النص شويه. وعندنا كاس ديال الحليب. وعندنا قبيصه ديال الملحه. وعندنا قبيصه ديال الابزار. وعندنا الجباكيات الخميره الحلوه. وعندنا واحد تقريبا 3 ديال المعالق ديال الفرماج محكوك الاحمر. وعندنا واحد 2 ديال البوروات مقطعين رقاق. وعندنا واحد الباطه ديال الطون. وعندنا 2 كيسان ديال الفورس. وعندنا تقريبا واحد معلقه كبيره ديال الزيتون كحل مقطع ومعلقه كبيره ديال الزيتون الاخضر مقطع حتى هو رقيق. هادشي اللي عندنا ان شاء الله. ان شاء الله. عندنا كنخدموا دوك 3 ديال البيضات حتى كيطلعوا وكنزيدوا عليهم داك كاس لاروب ديال الزيت بشويه بشويه. وكنزيدوا داك الكاس ديال الحليب ما يكونش مثلج كيكون شويه خارج من الثلاجه. والقبيصه ديال الملح والابزار وعاده كنزيدوا الخميره. وكنزيدو البوروات جوج مقطعين يكونوا دوك البوروات ما يكونوش كبار بزاف متوسطين. الا كانت كبار كناخذو غير وحده. وكنزيدو دوك المعالق ديال الفرماج. دابا غادي نطربو اختي سناء بلا ما ننسى، غادي نطربو البيض والزيت والحليب في الطراب الكهربائي. ومن بعد ملي غادي نبغيو نزيدو هاد المسائل غير بالمعلقه القهوه الخشبيه وحنا كنخلطو من تحت للفوق. صافي. وكنزيدو داك الحك ديال الطون كنصفيوه من الزيت مزيان وكنفركتوه بحال ما هكا. وكنزيدو دوك جوج كيسان ديال الدقيق وحنا كنخلطو وكنديرو داك المول اللي كيكون طويل. اييه زعما هو راه كيجي كيكه طويله. بعد مرات كنديرها في هذاك اللي دائري وبعد مرات كنديرها في الطويل. غير انا في الطويل كتجيني الديكور كيجيني احسن فعلا. صافي. وكندهنوها هي شويه كتبغي تدهني مزيان بالزبده واحد الطبقه اللي تكون ديال الزبده باش ما تلصق لينا ونديرو الطحين. الا كان هذاك كغد ديال الزبده يكون احسن. انا الا كثرت الدقيق بحال ما هكا ودهنتها بالزبده مزيان ما كتلصقش ليا. صافي. وكنخلو داك الخليط راه كيجينا شويه ثقيل وكندخلوها الفران كنقتلو عليها الفران بشويه كتبقى راها كتطلع وملي كتقطعيها واحد المذاق فيها رائع اختي سناء. ايوا حتى الزيتون حتى هو كنديرو في الكيكه ياك. أي الزيتون هي احنا دابا قلنا كيك ولكن هي راه كتجي اش غادي نقول لك بحال البيتزا بحال كيجي فيها واحد المذاق المهم رائع. ايه هكا في الكوتي اللي كاين اختي سناء فيها. وعندنا بالنسبه لهذيك الكرواسون اللي قلت لك هي عندنا نص كيلو ديال الفورس هذه راها مجربه ورائعه كتجي مورقه. قلت لك شي ديك اللي في الباتيسري كتكون ديك المخيره ديك الغاليه راها كتكون هي احسن منها. الى يتبعوا الاخوات المراحل. عندنا نص كيلو ديال الفورس. وعندنا جوج معالق ديال الزبده دايبين. وعندنا 5 معالق ديال السنيده. وعندنا واحد بيضه. واحد الباكيه ديال الفاني. وقبيصه الملح. صافي هادشي اللي عندنا. وعندنا تقريبا واحد نص رابعة السمان باش غادي نسملو باش غادي نورقو. نص كيلو ديال الفورس وجوج معالق كبار ديال الزبده مذوبين وخمسة المعالق كبار ديال السنيده وبيضه وحده وساشي واحد ديال الفاني وقبيصه ديال الملحه. صافي. والخميره ديال الخبز. شويه ديال الخميره المعجونه. الخميره ديال تكون تقريبا واحد معلقه كبيره ما عامرهاش هذا بين البرد وداك الشيء راه المعلقه كبيره باش ما تعطيناش ثاني ديك الريحه ثاني ديال هذا ونعطيوها شويه ديال الوقت باش تخمر لنا راه غادي تجينا مخيره. والخميره الحلوه ما فيهاش ياك غير الخميره الخبز. الخميره الحلوه غير واحد ذاك هي الفاني فيها الخميره الخبز نديروا كاع معلقه صغيره عامره ديال الخميره الخبز. واخ. صافي اختي سناء غادي ناخذوا داك الفورس وغادي نخويو عليه الخميره والمدافي باش كنجمعوا. غادي ناخذوا قلنا داك نص كيلو ديال الفورس وغادي ناخذوا الخميره كنديروها في الوسط ونديروا ديك السنيده ودوك جوج معالق ديال الزبده دايبين والمليحه والبيضه والفاني وغادي نجمعوا مزيان العجينه ديالنا بحال اللي كنعجنوا مثلا المسمن. اييه. صافي. وكنشدوها كنقطعوها هاد نص كيلو كيعطينا ضروري خصنا نخرجوا فيه 10 ديال الكريسات. صافي. كنخليهم حتى كيرتاحوا كندهنوهم بالزيت ماشي بالزبده حيت الزبده دابا مع البرد كتجمد لينا شويه. إيه. ما كتخليش ديك العجينه كتورق مزيان. فعلا. كندهنوا بالزبده كنخليوها شويه ترتاح وكنورقوا مزيان. وكنرشوا قلنا راه عندنا نص ربعه ديال الزبده كندوبوها وكنرشوا بها
ديك الوريقه ملي كنورقوا كنرشوا تقريبا واحد الجمعه في الوحيده الجمعه الكبار ديال الزبده في الوحيده دايبه صافي كنورقوا كنطويوها على شكل نسيمله صافي حتى كنكملوا دوك 10 الكريصات ايه بحال الشكل ديال المسمن مربع ديريك ايه صافي وكنخليوها اختي ترتاح حتى هما واحد شويه كنورقوهم وكنحاولوا شويه كنديروا شويه الطول ماشي يكونوا مربعين تكون شويه بحال مستطيل اييه تماما وكنشدوا الموس وكنقطعوها من النص على الطول دابا راهما 10 غادي يعطيونا 20 من بعد كنقطعوها من النص وكنديروا اما معلقه صغيره ديال الكريم باتيسيال اولا نديروا طريف ديال الشكلاط وكنروليو صافي كنروليو كيجيو على شكل سيجار وكنحطوا في الطاوه وكناخذوا اختي واحد الصفار ديال البيض كنديروا معاه قطيره الحامض وواحد شويه ديال القهوه سريعه الذوبان كندهنوهم ومع هذا البرد ودار شي ما كرهوش نشعلوا الفران واحد شويه غير كيدفى وكنطفيو وكندخلوها كنخليوها تقريبا على حساب القياس ملي كتبان لينا راه بانوا فيها بحال واحد البيبيلات راه طلعات ساعه كنشعلوا عليها الفران وكنقصوه راها ملي كطيب اختي سنه راه كتجي مورقه ما شهيتك فيها يلا يعطيك الصحه وهاد ممكن هاد العجينه نخليوها هكا في المجمد وملي نبغيوها ولا كرواسه حتى هي تكون واجده تمام ولا بغينا نديرو كيلو راه كتعطينا تبارك الله 40 وحده راه كتخرج هي هذه 5 كيلو كيخرج لنا 20 وحده الله يعطيك الصحه والعجينه ديالها سهله الا بغينا نطيبوها نص طياب وكنديروها في المجمد راه يكون ثاني احسن ملي كنجبدوها نطيبوها راه بحال يلاه طيبناها شوفي اختي سنه غادي ندوز لك غزلان راه بغات تقدم لك التحيه اي مرحبا